جوج واحد ينطلق العداد. السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى والله تكونوا كاملكم بخير على خير. ومرحبا بكم معنا، مرحبا بكم في البلاد. جينا البلاد الصراحه، جبرنا اخوتي واحد البرط زايد. الصراحه البرط والله الا زايد على المدينه. المدينه ما فيهاش البرط بزاف حنا هنايا، فيها مش ما فيهاش بزاف، فيها البرد ولكن هنا زايد الغيظه، هنا زايد شويه والحمد لله. جينا تبارك الله، واخا تغيب عي على شويه على الجبل كتجي كتجبر الدنيا خضارت، غيب عي وما ثلاث ايام جبر الدنيا تبدلت. كاين اش كنت واحد فيكم هذه الاطلاله هذه وهذه السحبه هذه؟ ما شاء الله كما كتشوفوا هذه الجبال. ها اش كنت واحد فيكم الطبيعه؟ شكون توحش فيكم الزنقه ديالنا؟ الفورنه عاوتاني هي محبوبه الجماهير. المهم دابا ان شاء الله بيبي فرحان، ما جاش فرحان، كل شيء فرحان بينا الصباح. دابا كي زغرت عليكم بيبي المشاهدين، دابا غندخلوا ان شاء الله نشوفوا شحال كاين ديال البيض، شوفوا شحال تقوى شي حاجه البيض. حتى ولدوا حتى ما ولدوش، حتى زعما حتى بيضوا حتى ما بيضوش. شوفوا هذا الاسبوع تقوى شي بركه البيض معكم حتى لا الله نجبروا شي بيضة تخليكم نشارسوهم. لا هما الصراحة كاين. نعرف عندهم بعض المرات كيولدوهم في الأرض وكيصطموا عليهم برجلهم. ملي كيكون شي دجاجة حابانة في ديك الصندوق كيولدوا معاه في الأرض كيبقاو مشتتين. شحال مرة كندخل كنجبر تما البيضة مهرس. عرفتي هادشي؟ ويصال دابا كتفك هذا الشيء. لا هذا ساهل ها. هذاك ماعرفتش منين يتفك. لا أنتي ساهلة. ساهل. يدفع يده. لا ساهل أنتي ما عرفتيش وصافي. صافي. صافي نجرب. يلا تفضل. بسم الله. كم طوفة عندك؟ وهي اختار مني ديالها. بلاتي بلاتي نرد لهم بعد هذا السلك بلا يمشي يخرجوا. شنو يخرجوا؟ احنا ما جبناش حتى باش نجمعوا البيضات بعد. تنشوف بعد واش كاين شباب. السلام عليكم الجيش. بيبي حضانه حضانه دخلنا نقيو البيضات. دخل عليك بالله. والله حضانه. أو مسكينة والله اللي حضانة مسكينة. بسم الله. أولي ما كاين حتى بيضة. أولي البيض ما كاينش. واش لا شكون حضانة عليهم بيبي؟ ها؟ شكون ماكو بيبي حضانة عليهم؟ والصندوق اللي ولدوا فيه ما كاين حتى بيضة فيه. قال لي راه حضانة عليهم. حي والله اللي حضانة تما عليهم. لا ها أربعة هنايا، أربعة هنايا، أربعة هنايا. شوف سبحان الله فيه ولدوا أربعة. وهذه المرة بدلوا البلاصة. بلاتي 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 نجيبوا شي حاجة نهزوا فيها البيض. بلاتي نجيبوا السلة. بلاتي نجيبوا ونجيبوا. كاينة في الفرن؟ يلا سير. رد لهم ديك السلكة ويصال. هاك ادخل أنتينا. ضرب عليه واحد فاصيلة هذه باش الدوس الثاني اللي كيصور مزيان. نرد هذا المبلاستيم على هذا الصندوق. ها وحدة، ها وحدة، هذا ورا وحدة. كنقول لك بعض المرات كيولدوا ما عادش كيولدوا مساكن عف كي عندهم يكونوا هنا مخبيين عاوتاني في بلاصة لأن ما كاينش. فين هي؟ هذيك عن الصالة. لا ماشي نصابة، بيضة هذه. ياه. إي والله. هذه بيضة يلا ولدوها هنايا عام وسخة مع الغايس. مع الغايس مع طاحت الشتا هنايا. شوي راه شي تما تلال خمسة. خمسة ولكن البيضة بيبي ما كاينش هنايا. البيضة بيبي صافي ما بقاتش إذا ولد. ها؟ ما بقاتش إذا ولد. ما بقاتش إذا ولد زعما دام صافي دام القراطة خصها تحطها. خصها تحطها. نحضنوه. واش نجيبو لهذوك اللي داخل ونحضنوه؟ نحضنوه هادشي اللي نعدلو. لا تبارك الله. حكينا هنا 4 5 6 7 8 9 10 11. هو تبارك الله الخير. عرفتي باش نعملوا له؟ نهزوها من هنا ونديوها لديك البيت ديك الكريج الصغير الرافع اللي هي نبحثوا ونحضنوه. وهي واخا تبقى هنايا معاهم. ها؟ نعمل لها واحد الموطا ونقيو لها التبان، انت بطح ونقيو لها التبان ونحطوا البيضة الدبيبية. كيفاش؟ نجيبو نعدل لها التبان. اها.
ونحضنوها. طبعا البيض ديالها تما تحضن عليهم زعما الساعة اللي نط ما يمشوا يحضنوا عليهم الجيش. لا معروف اي ساعة هي عاد مش النوضم. شحال جبرتي تما؟ أربعة وقيلة خلينا نعدلوهم. صافي صافي كيلوهم لان صافي كاين ثما روا اخرين وقيلة باين الشغل ديالها. تبارك الله بينك كلات ما تنشوف. والمهم اللهم هذا الأربعة ولا بلاش ولا كلو كلوهم كاملين. كنت ما زعما شي وحدة هنا من الزلال ما نعرف كيف كنت نزيد نفتحوا هالباب. خليها خليها. المهم دابا غنحضنوا بيبية. هذه بيبية وقيلة. لا 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 راه نشوف الله يجبك على اخر. هذه الدجاج الجاي واش ما كتشوفش ما كتشوفش البيضه قداش هي ومنقطه. هذه الدجاجه صغيره ما فيها لا قطلة والو. صافي بيبي هو باين. ها ديك السطر اللي في هذا. لا لا ونقبض فيه. صافي حي 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 ترد الماس. هذا لي هذا التبنجين جي مسكينه حضنات. اش من والله والله الا رجعت حضنات رجعت مسكينه الله. صافي ما بقاش مابقاش في الولده ديالها. صافي حضنا الاربعه اللي خرجت لنا من مع جوج بيبيات مخيره. مخيرين والله الا قولا قولا السبوع. اجي بلاتي انا نحضن انت نعش بر ولا ندخل انت. لا صافي ما خصني بلا ما دحنا انت تما تعدل. صافي ماشي بر انا ندخل عقرب عليها تما صورني نعدل لها تما بلاصه تبن نسكسف لها على البلاصه مزيانه. صافي ديك الساعه ما كاين ديك البيت. صافي صافي هيا الحبيبة هاي تحيه الله يرضى. ضم اللي هنا عمل له واحد الحفيرة. بلاتي أرى اللي مكلة في البيت. أرى ليش ديك الصفحة البيضة قطعة صغير. باش الجيش واخا يجرو ما يبيش بلو شي حدا بلاصته خاجي وقشروا لحظه بلاصه عاجي بروها اللوحه هنايا. صافي فهمتيني فهمتك عاجي بروها ما يقشروا بقى البصله ديالي معاوضه. عاقبه ضو خوي تلقى دم البيدة اعملها بزاف وطلع من الجناب وعملها الحفيره في الوسط. قرب الكاميرا زومي عليها تشوفها واش هي هذه ولا نزيدها تبان. لا زيدها زيدها شوي. ها زيدها شوي. صافي مزيان مزيان دابا. يلا حط لها دابا ديك البيض هاني نستم فيها من مورا. تحيلها البريزة. لا شنو كنقولو اعوش وهذا تمت العملية بنجاح. جا مخير دابا مسكينة عاد مشي دابا غنحضيوها واش عاد مشي ولا لا. دابا نخليها نصبروا عليها واحد شوية ونشوفوا واش غادي تمشي تحضن عليهم في ديك نفس البلاصة ولا لا. نصور لكم هنا من برا نشوفوا واش مشى لتما. مشى وهي لا حدا هي حدا البلاصة دابا كتشوف فيها. غطات من واحد الدجاجه ويصل غطات من غطات من هذيك التبن واحد الدجاجه قلبت عليهم ديك التبن غطاتهم. قلت لك واحد الدجاجه وغطات بالتبن قلبت عليهم التبن وغطاتهم. الله غطى عليها الصعار. شوف شحال التمر ضربنا تما مشات الدجاجه غطاتهم. ويا دابا عاد حاضن تما وكتشوف واش كاين شي بيضه تما ما كيبان لا والو.
شفت واحد الحرام يا واحد الدجاجه غطات من رجله الله يخليها سلع. هذه الدجاجه الروميه هذاك ما بقى دابا الدجاج روميا خصني دابا عاود ندخل تما عاوتاني نعوض ديك البلاصه يعطيها الصعه والله العظيم ضحكتيني. هذيك واحد الدجاجه الروميه اللي بقيتو عاقلين كنا شنا شحال هذه الفلالس بزاف هذيك اللي بقالت لنا منه صافي خلي ولكن هي تبقى العوطم هي تبقى العوطم عا خلي عا خلي عوطاتهم الراس كتعوض واش قلت لك انا هاي مسكينه حطاني عليهم صافي حطمات عليهم كان صافي حطاني عليهم. المهم الحبايب ديالي دابا اجوا معايا غنوريكم شنو جبت البارح من تطوان سير على بركة الله. المهم راه دابا السخان اللي رجع للثلاجه داكشي ديال الثلاجه كله رجع باقي غير داكشي اللي ما كيتقاش في الثلاجه والحاجه في الثلاجه بحال الحوت بحال ديك الحوت وشي حاجه ديال اللحم والصوصيط هذا كلشي غادي نديرو في الفريكو عدلته يعني باقي يعني عاد داكشي يعني كيحتاج غير البروده عاديه ولكن تبارك الله البروده في يعني في الدار البروده بلا ثلاجه بلا ثلاجه حاجه ما خسرش ما نقولش دابا عندي معكم ان شاء الله الباسط هذا هاد الجفاف هذا على حساب الباب ديال الطواليط حاشاكم مزيان هذا يعني غليظ كينعيسو في الماء وجبت الفوطات نشفو فيه وجبت الفوطات هيدا اللي يدين عاوتاني هذاك الجفاف مزيان للصنداله ملي نزلهم تما ولا شي حاجه كنشفوهم واخا عندي تما الجفاف كيزلق بيا هذا ما كيزلقش هذا ديال التوب يعني كيبقى لاصق ضروري مبوز باش ما تعطلش لا بشويه ونحي شي حاجه ونشرح الله يديك ما احنا ماشي مزروبين. المهم هذا داك الكينوا هذه اللي كان نوع ديال البرغر كان عاملين فيها التخفيضات صراحه كان في الشلاضه في اللحم انا صراحه عزيزه عليا والميكا كتسخن الزبد حشاكم هذا الزيتون خصني نحيدو باش نقيه في الثلاجه زيتون كحل مقطع جبتو على حساب البيتزا حيت حنا هذا ما كيتباعش عندنا هنايا عندنا غير زرق وصافي زرق هادو كحل قليل جبت هذا حشاكم ديال الطواليط سيركوس وجبت الطابليه قال لك السي علي دي الطابليه انا قلت لها مزيان تم في الكوزينه ساعه ساعه باش ما تعمرش راسها سيركوس وجبت الكيسان سير الصابون الشامبينيو سير النكهه ديال اللحم سير وجبت ورق الفيلو هادو المنطيلات صراحه مزيونين هيدا بويض بويض اللي انا عملو على الطبال يعني. على الطبال ان شاء الله في الحفله سير موس هاد جبت انا جبت ثلاثه جبت ثلاثه هذا دانون عطيك انا عملته ما شفتوش هي عجبني ديك القناع الشامبينيو الاسود يعني هذا المعلب وهذا اللي هو كيكون جابس جوج مقارونية للعيال وسباكيتي تبارك الله وجبت نيدو غبرة هذا كيحتاج يعني بزاف ديال الوصفات يعني كيتحتاج قلت له مسكان فوقاش ما نمشي عاد نقول مسكان يعني في خصني نجي نبيع عملكم جبت الورقة ديال الورقة ديال الباسطيله الصراحة هذا النوع هذا يعني هو مزيان تما ثلاثة الورقات ولا كل باكية فيها شي ثلاثة باكية فيها 10 هاي ها يعني كاين 10 صافي 30 تما وجبت الفوطات حساب الدوش حساب الدوش حساب نتوما عارفين شحال جوج ياه جبت جوج صفراء وبيضاء وبيضاء وطلقهم باش تشوفهم قداش الكبوره ديالهم ها هما هادوك ديال الدوج انتي بغيتي تحيد واحد الخيط صفر هنا شنو قد في غير ديك الخيوطه الصغيره هادو كنا جبناهم ب 65 درهم ولا 70 لا 70 80 درهم جبت البيض السمان مطيشه سوغيس جبت منها جوج عاد في الثلاجه دابا انا هادشي هذا وهادي كتجي خطيره في الطاجين مع الصوصيط بحال اللي عملت انا ديك المره وي كتجي لذيذه مع الصوصيط جبت لي باط هادو هما اللي خاويين يعني تعمرهم شي حاجه مورق باش نعمر عاود جبت لي كيش نزيد هادي حطها هنا هادو كنا نعطهم في باش نعمرهم شي حاجه نعمر هادو على حساب هذا اسم الورقه ديال اللي كيش هادوك اللي عمرتيهم قبل عمرهم مثلا بالحوت ياك الحوت الدجاج جي واعر هادو جبت منهم كميه كبيره يعني جبت تبارك الله راه اكثر من 50 حبه
كل وحده فيها 10، كل وحده فيها 10. شحال تما؟ تما 50. 50 تما. هنا جوج 70. هما 70 باش ما نحتاجش نعجن بزاف. هذا عاوتاني كلينكس ديال الطابله، الورقه ديالها الشعرية الصينية. هيدا كنمشي معاي. انا معاك مخممش. جبت جوج بواكي ديال البان السمان. عاودت شنو هنا؟ السمان. جبت الكيس. سير على الله. جبت حتى هاد النوع هذا اللي خرج دابا، حنا ما نشوفو. قال لك اسيدي هذا رطب وكيحيد اللوسة. الكيس. هذا بحال الفونجا. هنا غنشوفو. بحال الفونجا. اخر اللي حرشه يهرد الدار. ايوا جبت الماسك ديال الطحين الابيض. ايوا الحكي هكا باش نحكو الرجيلات. وهذا زريعة البصلة باش ان شاء الله نعدل بها واحد الوصفة. ان شاء الله زريعة البصلة حتى شي. تشكي بحال شكل ديال السانوش. دابا هذيك طحناه. غنطحنو نقلك بها الوصفة ان شاء الله. نبقاو نعدلوها للشعر ديالنا ان شاء الله يا ربي. دابا وضح له مزيان على حساب الشعر، واش ماسك ولا كتقوي الشعر؟ لا تقوي الشعر وفي نفس الوقت يعني البصلات اللي كيموتوا كيطلعوا. كنحييهم. كنحييهم. والله إلا صالحة لي أنا القشرة باش تقرعني بتوقع عليا تخفف لي الشعر. وعلاش أنا ديك النهار بقيت فيا من قلت لك الفيديو راجل قرعتي مني. إذا دابا هذه عرفت شنو نعملوا معها؟ نخلطوا معها التومة. أنا نعصرها بحال هذيك المرة، نعصر التومة نطحنوها ونعصروا للما ديال في الخير قبل الحياة بحال هذيك المرة. هاي بقى بقى. ونعملوا معها شوية زيت. يعني كتجي بحال شكل ماسك وكذا. صافي نطحنوا هذا ونخلطوا كل شيء. جبت هاد السوينيات جبرتهم صراحه رخاص، هيدا على حساب الماء ولا تحط فيهم شي حاجه. ايوا نشوفوا هنا عاوتاني زيد. هذا تشباخات النفافه. النفافه. هذا النفافه. نفافه. ها النفافه عارفين. نشوف كيفاش كيجيو. شوف اللون ديالهم واعر كيجيو. لا ما كيكبروا. هادو بويا هادو فيها هادي فيها 50. اي هادي فيها 10، هادي فيها 100. ماشي 50، انا بان لي 50. ها هي 100. هادي فيها 100. جيت هاد البصلات هادو. هاد النفافه اللي كتشوفوا دابا تشوفوا المفاجاه كيفاش غايجيو واش غنخدموهم. ماشي غنعملو لهم بحال دائما كتشوفوا هذيك النفافه غير عشوائيا، غنعملو لهم واحد الشغل واعر ان شاء الله يا رب. هادو طبيصلات عاوتاني. هذا الخيط هذا كيعمل 5 فريك للمترو. هذا شغل نعملو بهذا الخيط؟ هذا غنزوق به لك شي د الملح اللي غنعدل دابا انا. صافي سير على الله ان شاء الله يا ربي. ساعتي عاد تشوفوا معي كل شيء. اختكم مره ما لقاتش هاد الحلوه، جابت جوج ديال المراشم ديال الحلوه هذا الخالط، وجبت هاد اللعيبات هادو على حساب الهامبرغر ولا الحريشات ولا اي حاجه صغاري. حتى هادو عاوتاني النفاخات، هاد العويدات ديال اللي كنعدو بهم همبرغر ولا الماء، يعني اي حاجه في الملح كتزوق بها. مارشميلو الصراحه كخصني نجيب ديك البيضه، كخصني نجيب ثلاثه باش نزوق بهم. ولكن الزرق فين هو البيضه؟ هو حتى هو راه اغوص ولكن كيبان بحال مايل الحموره. لكن ما عليك، انا قلت لك ديك الساعه ديال البيضه. المهم البنات اللي كيسولوني شحال هذه على هاد اللعيبه اللي كتجي تحسب بها بحال اللي عامله انا، هذه كتعمل 69 درهم حي كاينه في كارفور. مشي وديوها اللي يعني نوريها لهم بلاتي تحت من الحشرات. شوفوا ها كيفاش. شوفوا 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 هذيك اللي عندهم هذه. والله الا زايده عليها. زايده عليها. وغتجينا غتجي للباب نيشان. مزيان. اجي تشوف اجي تشوف وجات للباب نيشان. والله الا زايده زايده شي 5 سنتيم تقريبا على هذه. شوف جات واحد شويه ناقصه الاولى اللي كنا جبناها هذه. هذه كنا جبناها من فاس. لا من فاس. السعيديه. قلت لك هذه بنت طويله عليها. والله الا مزيانه. هذه اللي عنده الخوه دابا حنا كنعطيو على حساب الحشرات، على حساب الخوه عندنا الخوه ما كيدخل لا غبره لا حشرات لا حتى شي حاجه. هذه شوفوا عندها الخوه من هنا من الوسط. ها هي عندها من هنا من الخوه من الخوه من الوسط، واحده من هنا واحده من هنا. كتشوف بر الباب. صافي ساهل، وكتخشي هذا في وسط الباب صافي. كتبقى تفتح وتشد مع الباب. جبت الجبن هذا واحد في الصباح راه كلينا منه. افطرنا منه. الدره المايز عاوتاني مقرونيه. الجبن ديال الثومه صراحه هذا عزيز عليا انا يعني. واحد الباكيه ديال الفرماج. شنو هذا؟ انت شحال من دار جبتي؟ انا جبت خلطت اذا نضرب شي والله شي انا البشر المعدل باش بلا ما نقيل نعدلو وياله. مايونيز هذه عندنا والماس. انا جبتها على حساب والماس باش تكونوا عارفين. والماس كتحيد الحرقه وكتحيد النفخ اللي من فوق يشرب، والماس واللي عنده الحرقه في البلاصه كيحيد النفخ كتفش.
هذه جبت السفة الجبن كريمي باش ان شاء الله نعمر به القنينطات ان شاء الله. المهم ساعه ان شاء الله غنشارك معكم كل شيء بالتفاصيل، اي شيء هو عدله والا غنشاركه معكم. هذا التون بغينا نجيبو هيدا ببواطه كبيره، البواطه هذه فيها كيلو 700 كيطيح رخيص على يعني واكل وحده بوحديته. ممتاز. اي من هذا ما يكون عنده الا الكميه كبيره ديال الملح والا خصو حاجه كبيره واش كطيح اقتصاديه في الثمن. هذا الحليب بغينا نجربوا هذا الحليب هذا، كنا دائما كنجيبوا فوق هذا، بغينا نجربوا هذا الحليب هذا الجي صراحه اول مره نجربه. دي عاوتاني الورقه ديال الفيلو، المهم جبت جوج وهادو جوج كيسو كيسو. جبت العقنه ديال الطبخ الوراق الابيض، وجبت هذاك اللي الصراحه كيعجبني يعني هذا كيمشي لكل شيء. المهم كيمشي نمسح به المرايه تلقشو اليدين اليدين لكل شيء. جبت جوج ديال الفيري على حساب القشع، واحسن حاجه صراحه كتعجبني هما هم هادو على حشاكم ديال الطواليط يعني كيتعلقوا في الطواليط، كيخليو واحد الريحه واعره في الطواليط. هذيك اللي اسمها الطواليط ما كتبقاش مره. هذه الثومه هنا جبتها باقي لي شويه زديت، هذا باقي من الطوموبيل كنا شربنا اربعه باقيين جوج. وهذا الليمون تعدلته مروه، هذا الليمون معصر وهو هنا السنيال وصافي. راه هذا الليمون معصر مروه عدلات، قالت لي ماما قالت لي ماما بحال دابا ما كلش عندك الليمون كتعصر الليمونه، هذه الليمون معمر تما مروه خطيره كتفكر. ودابا باقي لي معاكم هادو، جبت في الغوز وفي الزرق. واش الحلوه ديال الشوكولاته؟ الشوكولاته هي هذه، هذه ديال الشوكولات باش ان شاء الله على حساب العيال نفتحوها شي زعما دابا نبداو فيها. انا عارفاك انت ما كتاكلش الشوكولاته، ولكن والله الا شاهدتني نعطيك شي وحده. وانا بلاتي الشوكولاط، شوف الشوكولاط ما كيعجبنيش هذيك الشوكولاط اللي فيها ديك المذاق حارو حلو بزاف. انا بحال دابا ماروخه القديمه العزيزه عليا بزاف اللي فيها ديك الحبات ديال اللاوز، بلاتي عزيزه عليا بزاف. ديك الحلوه اللي كتكون الشوكولاط بحال هذه وكيكون شي حاجه ديال البيضه لداخل ديالها عزيزه عليا، والحق ديك الشوكولاط اللي كيكون عاطي بزاف لديك الحروره ديالو والحلاوه هذيك ما عنديش معاها. انا عمل معك واحد التحدي بالله عشود عينك. شنو زعما عملتي واحده زرقاء واحده حمراء؟ واحده حمراء عوضت يلا زعما نختار واحد. هذا انا شنو؟ المهم المهم الله يكون يكون صافي. دابا الحفله ما بقى لا والو ان شاء الله، دابا غنوقف دابا نخدم ديك الطيك. نتمنى من الله نكون دائما خفيفه وظريفه على قلبكم، والناس اللي كتدعي معايا الله يسهل عليكم يا ربي يا الحبيب، وتحيه لكم من القلب. عقلوا فين ماما ريم ومارو ما شفناهمش راهم في المدرسه. دابا وحشي ما قالوش بزاف يجيو يعيشوا نص ساعه ولا ساعه. نشوفكم غدا وسلامه، تلاقوا فيديو غدا ان شاء الله.